المزيد ينضم إلينا طارق البرديسي أستاذ العلاقات الدولية. سيد طارق، يعني أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. غدا قمة مهمة بيعول عليها العالم، قمة القاهرة الدولية للسلام، قمة تسعى لوضع حد للصراع بقطاع غزة. كيف ترى هذه القمة؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. أتصور أن يعني هذه القمة، قمة القاهرة للسلام وتوافد قادة دول العالم كما نشاهد الآن بحضور مثل هكذا قمة، تأكيد على دور مصر، دور مصر الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يتغير. يعني كل الدول تغير من مواقفها وتبدلها إلا الدولة المصرية، سياساتها الخارجية ثابتة فيما يتعلق باحترامها واعتقادها في السلام. مصر عندما خاضت الحرب أكتوبر كانت من أجل السلام، واستردت أرضها بالحرب وبالسلام وبالتفاوض وبالقانون. نجد هنا الدولة المصرية، الدولة الراسخة القوية التي تؤمن بالقانون وضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي وضرورة احترام حقوق المدنيين وعدم الافتئات على حقوق الغير وتحقيق الاستقرار. تجد أنها يعني تقول، وكأنها تقول، لسان حالها يقول أن المجتمع الدولي يعني وكأنه يؤمن ببعض أحكام القانون الدولي ويكفر ببعضها الآخر. القانون كل لا يتجزأ، يلزم أن ينصاع الجميع، الكبير قبل الصغير، لأحكام القانون. الإنسانية كل لا يتجزأ، القانون الدولي كل لا يتجزأ، الإنسان هو الإنسان. إذن مصر يعني قدرها بركيزة، أنها ركيزة الاستقرار بهذا الثقل الحضاري والتاريخي، بهذا الدور الذي يلعبه الآن ويمارسه يعني الرئيس السيسي، يقف على قدمين ثابتتين. هذه المؤسسات القوية في مصر، سواء كان المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الدبلوماسية، مصر دولة في المؤسسات، دولة حضارية قانونية، يعني تمسك بالقانون، تريد تطبيق أحكام القانون، يعني أقوالها أفعالها تطابق أقوالها. المجتمع الغربي تجد العكس، يقول أقوال يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرغ منك في تطبيق أحكام القانون الدولي كما يرغ ثعلبه. لكن مصر يعني سياساتها وتصرفاتها وأفعالها تتطابق تماما مع أقوالها. في هذا الموضوع تحديدا سيد طارق، وبصفة حضرتك يعني خبير في العلاقات الدولية، إذا ما تحدثنا عن أوراق اللعب أمام الدول المشاركة في قمة القاهرة الدولية للسلام مقررة انعقادها غدا، كيف يمكن لهذه الدول مجتمعة، سواء الدول العربية، دول من العالم التي ستشارك في هذه القمة، إحداث نوع من أنواع يعني التوازن وإعادة الحق للفلسطينيين؟ يعني نحن لا نخترع العجلة من جديد، وإنما كل المطلوب هو تطبيق يعني قرارات المجتمع الدولي، قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قرارات المجلس التنفيذي لهذه المنظمة يسمى بمجلس الأمن، قرارات يعني مجلس حقوق. هذا هو ما تحدث عنه تحديدا يعني أستاذ طارق، يعني ليس عشرات القرارات بل إنها مئات القرارات، ولكنها قرارات لا تنفذ ولا تفعل، وكأن الجارة يعني وكأنها فوق القانون، وكأنها لا علاقة لها بالقانون، وكأن القانون لا يطبق عليها، وكأنها استثناء، وكأنها الطفل المدلل الذي يعني يبتعد ويدوس على القانون الدولي وعلى القرارات الدولية ولا يعبأ بالمجتمع الدولي ويخرج لسانه للمجتمع الدولي غير مكترث بذلك، بتلك القرارات وبهذه الشرعية الدولية. تصور أن مصر الدولة الحضارية القانونية هي تريد تطبيق هذا القانون، تريد يعني عندما يطبق القانون سيتحقق الاستقرار. أما يعني هذا الجور وهذا الظلم وعدم تطبيق القانون بيفتح الباب على مصر عين للبلطجة، للأعمال العنف والعنف المضاد. هذا أمر منطقي طبيعي، لا أحد في هذا العالم عاقل يبرر العنف، ولكن من الواضح أنه العنف له ما يبرره. ليه؟ لأنه يجد الفلسطيني يجد أنه محاصر، يجد أنه مفتأت على حقوقه، أنه مظلوم، فيجد عتمة، ولا يوجد كما قال الرئيس السيسي يعني أفق سياسي، لا يوجد حل سياسي، لابد أن يتواجد
يعني في نهاية النطاق ذلك الحل السياسي، تلك الصيغة التي تحقق الاستقرار، حل الدولتين. يعني حل الدولتين أصبح كلاما يعني كلاما ممجوجا، بمعنى أنه الرئيس الأمريكي عندما يقول حل الدولتين، أين حل الدولتين في الواقع؟ يعني هو هذه الأعمال، أعمال التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين ومحاولة يعني إزاحتهم وتهجيرهم من أرضهم، استضاحا أين طارق. حل الدولتين؟ جو بايدن، يعني هو كلامه جو بايدن قال بحل الدولتين، مصر تريد أن يكون أن تكون هذه يعني هذه التصورات يتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. في الواقع أتصور أن يعني ما يحدث الآن من أعمال عنف تخرج تماما عن كل، لا نقول قواعد الأخلاق وقواعد، لا، ولكن القواعد القانونية. لأنه يعني حتى الحرب، حتى أعمال العنف لها ضوابط، لها قواعد، لها مبادئ لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، وإلا عدنا إلى شريعة الغضب. وما يحدث الآن هو يعني تجسيد لشريعة الغضب. أتصور أن تطبيق القانون فيما يتعلق، أولا يعني المحتل الإسرائيلي لا يستطيع أن يدفع بالدفاع الشرعي، لأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكدت أنه في حالة الاحتلال لا يستطيع المحتل، لا 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 يستطيع، لا مندوحة له من أن يدفع بفكرة الدفاع الشرعي. إذن لا دفاع شرعي. وحتى لو كان هناك دفاع شرعي فهناك شرط التناسب ما بين الخطر التاهم الذي يعني يواجهه المدافع وما بين فعل الدفاع. وفعل الدفاع يجب أن يوجه للعسكريين، أن يوجه إلى المناطق العسكرية، لا أن يوجه إلى المستشفيات والكنائس والمساجد. هذه ليست أعمال حرب، هذه أعمال بلطجة، أعمال فيها ثأر، أعمال انتقامية، أعمال لا علاقة لها على الإطلاق بفكرة القانون. إذن فارق ما بين الثأر، ما بين الانتقام، وما بين فكرة الدفاع الشرعي. ما نشاهده الآن يعني تجسيد لعدم المعقولية، لعدم الإنسانية. أتصور أن القواعد يلزم أن تكون يعني عامة ومجردة وتطبق على الكل. ليس القانون ليس انتقائيا، القانون يطبق على الكافة. والغرب للأسف الشديد يعني انكشفت سوءته وظهر جليا، ليس فقط أنه منحاز، الأمر أكبر من ذلك. الغرب وكأن الفلسطيني يجابه الغرب، وكأن الإسرائيلي هو ما لا يعدو أن يكون وكيلا. يجب يعني كنا نثق في عدالة الغرب، وكأنه يعني نتوقع منه أن يكون وسيطا نزيها محايدا، لكنه أصبح خصما، أصبح يعني عدوا. وهذا لا يمكن هذه الأفعال أن تستمر على هذا المنوال، لأن هذا بيدحرج الأمر ويخرجه عن نطاقه ويدحرجه إلى أزمات إقليمية، بل حرب إقليمية وما بعد الإقليمية. نظرا لذلك الظلم، نظرا لعدم تطبيق القانون. تصور أنه يلزم أن يقف الغرب ويتوقف عن الكذب. الكذب بمعنى ليس فقط في ذلك الموقف الراعي للأعمال الوحشية الإسرائيلية، ولكن حتى في مفاهيمه. حرية، أين حرية التعبير؟ أين حرية التعبير؟ أين حرية وسائل التواصل؟ هذا التقييد وتكميم الأفواه، يعني تكميم الأفواه وعدم خروج مظاهرات وعدم خروج احتجاجات وتقييد وسائل التواصل، السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر وإنستغرام، كل هذه تكميم وإسكات للأصوات. عايز أقول لحضرتك حاجة أستاذ طارق، في بعض الدول تم منع أي مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين. أنا أتحدث هنا بعض الدول يعني الأوروبية التي طالما كانت تتشدق بحقوق الإنسان، طالما كانت تتشدق بحرية الرأي وحرية التعبير، منعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، منددة لما يحدث في الفلسطينيين من أعمال قتل متعمد، من أعمال استهداف للمدنيين متعمد، استهداف للمنشآت
الطبية، أيضا المنشآت الدينية كما تابعنا بالأمس مذبحة أخرى يعني من ضمن سلسلة المذابح. أستاذ طارق، يعني وإن كان يعني مجلس الأمن كما تابعنا قرار، مشروع قرار روسي تم رفضه أو عدم تمريره بفيتو أمريكي، ثم مشروع قرار برازيلي أيضا تم منع تمريره من قبل مشروع من قبل فيتو أمريكي. التعويل على مجلس الأمن هنا في ظل الفيتو الأمريكي يعني أعتقد فيه قولان. السؤال هنا، هل يمكن أن يكون الداخل الأمريكي، وجهة النظر الأمريكية من الداخل، يمكن يعني أن هي تحدث شيئا من التوازن في التوجه الأمريكي؟ أتحدث هنا عن نقطتين تحديدا. النقطة الأولى الاستقالات في التي وجدناها في مناصب عليا من وزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا استطلاع الرأي الذي تم إجراؤه من أحد الشبكات الإعلامية والتي أظهرت أن أكثر من نصف سكان أو نصف الشريحة التي يعني تم عليها استطلاع الرأي هي لا توافق، ترفض السياسة الخارجية الأمريكية تجاه ما يحدث في فلسطين. هل يمكن أن نعول على هذا الأمر؟ يعني سؤالك فيه أكثر من شق. تحدثت عن دور مجلس الأمن وهل يمكن التعويل عليه، ثم تحدثت عن الداخل الأمريكي وذلك الخلاف مع الإدارة الحالية وهل يمكن التعويل عليه. بالنسبة للشق الأول، مجلس الأمن لا يمكن التعويل عليه طالما هناك حق النقد، حق الفيتو. وأتصور أن هذا الحق كان قد أعطي كميزة للدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، سواء كان الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي السابق، روسيا الاتحادية، الوريث الحالي المملكة المتحدة، فرنسا، الصين. أتصور أن هذا الحق وهذا الفيتو من المفروض أنه ما كانش ريشة على الرأس، على رؤوس الخمسة الكبار، وإنما كان من المفروض يعني اعتدادا بدورهم، بأنهم حريصين على حفظ السلم والأمن الدوليين، بأنهم حريصون على ألا تعاني البشرية من ويلات الحروب، بأنهم كبار في سياساتهم، في تصرفاتهم. أما وأن حق الفيتو أسيء استخدامه على هذا المنوال، أتصور أن ذلك التنظيم الدولي يريد أن ينقض، بمعنى أنه يتداعى، يتهاوى، يفقد شرعيته. لأنه إساءة استخدام هذا الحق، في هناك إساءة للاستخدام. يعني حتى على المستوى الداخلي، إن كان هناك ثمة حصانة للأفراد العاديين كما هو معروف في النظام القانوني، حصانة للدبلوماسي، حصانة للبرلماني، للقاضي، فعندما يتم إساءة هذه الحصانة واستخدامها في غير موضعها فتسقط الحصانة. أتصور يعني كخبير في العلاقات الدولية أن هذا الابتئات وهذه الإساءة في استعمال حق الفيتو يعني تسقط هذا الحق، بل تسقط ذلك التنظيم الدولي الذي يريد، يعني الذي يتداعى وينهار ويريد أن ينقض. وشاهدنا ذلك في أوكرانيا، وشاهدنا ذلك مع إسرائيل، وشاهدنا ذلك في أكثر من موقع. فأتصور هذا فيما يتعلق برؤيتي لمجلس الأمن الفرع التنفيذي للأمم المتحدة. أما الشق الثاني من سؤالك، عندما تتحدث عن هل يمكن أن نعول على الداخل الأمريكي، في واقع الأمر يعني المتسرعون يقولون نعم هناك رأي ورأي آخر ويمكن التعويل، ونخاطب أن الذين يحبون السلام ويسعون للسلام. أنا لست ممن يعني يعتقدون أو يثقون كثيرا في هذا. أنا أرى متخذ القرار، أنا وجدنا أن الإدارة الديمقراطية هي الإدارة الجمهورية، لا فارق في دعم إسرائيل، لا فارق ما بين إدارة ديمقراطية وإدارة جمهورية. أما الرافضين لذلك السلوك والساعين للسلام، ما تأثيرهم؟ منذ متى كان لهم تأثير؟ نتذكر جميعا، نتذكر ما حدث في العراق. إن غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003 كان يجابه بمظاهرات في عواصم العالم جميعا. وكانت هناك معارضة من جاك شيراك الرئيس الفرنسي، فرنسا تعترض على غزو العراق.
الداخل الامريكي يعترض على غزو العراق، المانيا تعترض، العالم كله، مظاهرات في العالم كله، العالم الاول والثاني والثالث. ثم ماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه غزو العراق، لان امريكا هي دوله مؤسسات، دوله متخذي قرار. يعني هذه هي لعبه توزيع ادوار ما بين حزب وحزب ديمقراطي، لكن في النهايه دوله المؤسسات تتخذ القرارات، يعني وكانها بري ارينجد بلان، خطه مسبقه ويتم تنفيذها. فانا يعني لست من المتفائلين، لا نعتمد على جماعات السلام والمحبين للسلام وهذه الاصوات المعارضه، لانه في النهايه التاريخ ينبئنا والوقائع والاحداث انه يعني ليس لهم تاثير، لن يقدموا ولن يؤخروا، وانما هم يعطوا صوره جماليه، ديكور، وكانها يعني اشياء اباليك على جدران المجتمع الدولي، شيء جميل انه يا سلام هناك اناس وجهات مع السلام وضد الظلم، لكن لا يكون لهم تاثير. طب ايه المعول عليه؟ يعني ايه النتيجه؟ ايه الحل طالما هذه هي الصوره؟ نعم. الصوره هي الاتي، يعني اتصور ان الفلسطيني الذي استطاع ان يحقق يعني هذا الانتصار واستطاع ان يتغلب على اجهزه الاستخبارات ويحقق نصرا يعني عسكريا وسياسيا ومباغته، يعني تذكرنا بالمباغته التي يعني مارسها الجيش المصري في عمليات السادس اكتوبر 73 النصر العظيم، اتصور انه هذه القوه تجبر الاخر على التفاوض، لانه لو لم يكن هناك تفاوض سيكون مزيدا من عدم الاستقرار والعنف، وستتسع كما اكد الرئيس السيسي انه هذا الامر قد يتطور الى عدم استقرار الاقليم، بل حرب اقليميه وما بعد الاقليميه. وتصور ان الدوله المصريه باعتبارها الدوله الكبيره ركيزه الاستقرار صاحبه الميراث الحضاري والتي تلتزم بتعهداتها وتلتزم بمواقفها ولا تبدل ولا تغير او تعدل فيها، وخاضت الحرب وخاضت السلام وخاضت التفاوض وتلتزم بالقانون وتمتثل وتنصاع لاحكام القانون الدولي، ليس لشيء الا انها نموذج للدوله الحضاريه القانونيه التي يعني يطابق كما ذكرت في البدايه التصرفات والافعال والسياسات مع الاقوال والشعارات، بعكس ذلك المجتمع الغربي المتقدم الذي يعني تضع الرؤوس بالديمقراطيه وبحقوق الانسان. نعم. وبالحريات، وتجده يعني يقيد اليوتيوب ويقيد الفيسبوك ويعني كل تلك المطايا التكنولوجيه وتلك كل تلك الوسائل تم تقييدها، تم حظرها، تم التضييق عليها. واين حريه التعبير؟ داسوا على حريه التعبير بأحذيتهم بأقدامهم، يعني إنهم لا يؤمنون بهذه الأفكار، هم يصدرون هذه الأفكار، يتحدثون عن يعني طبعوا رؤوسنا وأرادوا تفتيت العالم العربي بالديمقراطية وتداول السلطة. طيب يعني هذه الأمور جميلة، ولكن يتم تداول السلطة لأناس ميتين، يعني هم لا يحترمون الحق في الحياة، أولى الحقوق كما قال الفيلسوف هيجل، أسمى الحقوق إيه؟ هي الحق في الحياة. هم لا يعترفون بالحق في الحياة، بعد الحق في الحياة، الحق في الكهرباء التي قطعوها، الحق في المياه التي جفت في غزة، هم عطشة الآن، عطشة. في 2023 هناك أناس محاصرون جوعة، عطشة، مقطوع عنهم الكهرباء، مقطوع عنهم الإنترنت والغزو والغذاء والعلاج ما هذا؟ ما هذه البشاعة؟ يا لفصاقتهم وبشاعتهم. الصورة واضحة، لا نستطيع أن نخدع أنفسنا. ما حك جلدك مثل ظفرك العربي، هذا التضامن العربي، ما دعت إليه الدولة المصرية القوية صاحب ذلك الالتزام عندما بتدعو يعني العالم من أجل السلام، فإنها تريد السلام ولها قدرة على تحقيق السلام، وأكدت كما يعني على لسان قائدها العظيم الرئيس السيسي أنه يعني خط أحمر المساس أو محاولة تصدير القضية إلى التراب المصري
بعد كل هذه التضحيات التي خاضتها مصر، هذه الحروب وهذه المفاوضات الشاقة واتفاقية السلام ومراحل اتفاقية السلام والتحكيم في طابة وكل هذا العناء ومحاولة يعني حل القضية الفلسطينية عن طريق اتفاقات أوسلو التي لم تحترم، كل هذا الجهد وهذا الشقاء وتكبدته الدولة المصرية من أجل السلام. مصر دولة تريد السلام وتبغي السلام، وهي عندما يعني تمارس السلام وتحب السلام وفي طريقها للسلام هي مستعدة لأي أمر آخر، لأن الحريص على السلام يستعد لما هو عكس السلام. أتصور أن الدولة المصرية دولة ليست معتدية، دولة دائما هي تدافع عن أرضها وتدافع عن الحقوق وهذا المشروع. يعني وهذا هو قدر الدولة المصرية. أستاذ طارق البرديسي أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ طارق البرديسي أستاذ العلاقات الدولية.